أنا السجين رقم 5678 المتمرد. أحرار ومساجين المتمرد. مجرد عشريني يعيش حياة الغاب في المدينة، وإني أدرى بالأزقة سيد المحقق. الشارع شارعنا نحن نسكنه، لكنه لا يبتسم سوى للأثرياء. والأرض أرضنا نحن نزرعها، نحن من نفديها العمر والدماء. فلما قد تحضرني لتخبرني أننا اللصوص أردنا حقوقنا، لستم تتصدقون علينا بحق رب السماء. الحقيقة أن ما اتهمتمون به هو جريمة غيرنا، ونحن نعاقب لمجرد أنهم أبناء الأقوياء. سلالتي المدفونة تستفيق كل ليلة، تسألني غير مصدقة عما يحصل في هذه الأثناء، وأنا لا أملك بين يدي حولا ولا حيلة، كيف أخبرهم أنهم ماتوا ليعيش أبناء الوزراء؟ تريدني أن أسكت؟ يمكنك قتلي في أي وقت، لكن دعني أخبرك أني أفضل الموت على البقاء في حياة لا أرى فيها نورا سوى أنوار سقف سياراتكم أضواء حمراء وزرقاء. فدعكم من أمي ودموعها وعذابها وتسعة أشهر وفلذة كبد، هناك الكثير من أشباهها. إنها أمي أنا، أخبرتني أن أسكت وأنت تراني أعصي كلامها، فأعدمني دون شفقة ودون أمانة أمه ومصانها، ثم أعدم نفسك بعدي من فضلك. قد ائتمنتك هذه البلاد ترابها وشعبها، وكنت أنت أول من خانها. تمنيت لو كنت من هؤلاء الذين يشغلهم الحب عن الدنيا. تمنيت أحيانا الموت، وأحيانا أخرى أن أصبح في عداد المجانين، لكن ما من أمنية استطاعت أن تعميني عن الواقع. اعترف هيا، فقط لأنني ابن الشارع ستراني فورا أحد المساجين. فأخبرني ما السبب؟ هل هو حذاء النتين القديم؟ أم أنها الندوب التي خلفتها الحياة علي؟ أتزعجك أوجاعي؟ أم لابد أنه المعطف البالي الذي أرتديه؟ هل تعرف؟ حذرتها، أنت فقط لا تتحمل واقع أن البعض واعي وتخشى على أبنائهم مني، تخاف أني سأتسبب لهم بالضرر. تخفي أدلة جناياتهم وتسجنني من أول مخالفة دون إعادة النظر. كيف لا نبقى واعين معكم؟ كل من يعيش بينكم يعلم أن عليه التزام الحذر، فلا تخف، لم يترك آباؤهم فينا قوة. لكن لك أن تتخيل كيف توحل الأرض فجأة بغزارة شيء صغير كقطرات المطر. بلى نعي، فتلك القلوب انفلقت وخلقت أكوان بداخل الأجساد، تاهت فيها الأرواح وعلقت. جوعتموها وأبناءها حتى خضعت، فما شعورك والناس في الخارج تأكل بعضها بسببك وما شبعت؟ فلتنظر لي كأنني مدمن سكير، واختبرني واحتقرني مسبقا كأنني من أهل الجحيم. أنا أصلا أراكم بقرون كقرون الشياطين، وأحيانا أتساءل بجرائم كجرائمكم في حقنا، كيف ستقطعون يوما ذاك الصراط المستقيم؟ ستظهر لك وجوهنا جميعا، جرائمك ستستعرض، وإلى ذلك الحين لن أسكت. فالوعي لا يؤلم المجانين، أنا سرقت دقائق من حياة الناس ليستيقظوا، أما أنت فنومتهم جميعا وأهدرت أعمار هؤلاء المساكين. أنا السجين رقم 5678 المتمرد.